السلام عليكم. اليوم جبت لكم طاكوس بالحجم العائلي او الحجم الكبير، نربحوا فيه الوقت وفي نفس الوقت طريقه بسيطه وسريعه وفي صحيه. اذا فوق النار حطيت طنجره، درت فيها كميه من الزيت، مباشره اضع الكميه هنا البصل هكذا، كمية من البصل ونضيف لها مباشرة كمية من الكبتة. أنا غادي ندير الكبتة تاع البقري. تقدروا ديروا الوصفة كبتة الدجاج وكبتة الدجاج أو صدور الدجاج. أنا بغيت ندير الكبتة هذه كمية قليلة فوق نار قوية، نبدا نحل فيها بهالطريقة. والآن نروحوا للتوابل، نحطوا كمية من الملح، نزيدوا لها فلفل الأسود، بالإضافة إلى هذا نزيد لها توابل الطاكوس. ها هي، وإلا ما عندكش توابل الطاكوس ديري من كل، ديري شوية سكنجبير، شوية كركم، شوية من كل حاجة، شوية شوية. بالإضافة إلى هذا غادي نضيف لها ملعقة صغيرة، ربع ملعقة تاع بابريكا حلوة مدخنة باش تعطيني النكهة الرائعة، وأقوم بالخلط ونخليها تنضج حتى تذبل البصل ويطيب لي الكفتة. والآن نوجد صلصة الفخوماج. الطريقة كالتالي، نحط كاس تحليب، ها هو يسخن لي، كي يسخن لي أضيف الإضافات الأخرى. حليب سخن، ها هو. الآن غادي نضيف كأس من الكريم فريش ليكيد، ها هي القشدة الطرية، نخليها قليلا ثم نضيف المكونات المتبقية. من جهة أخرى الحشوة تاع الكفتة والبصل صاي متجت، نضيف لها في آخر اللحظة معدنوس ونخلط وأطفئ على هذه الحشوة باش تبرد هكذا ونطفي عليها. الحليب مع القشدة الطرية كريم فريش بداو يغلو، نضيف لهم الجبن الأبيض سريع الذوبان ونخلط بهذا الشكل حتى يذوب نهائيا. الآن أضيف ملعقة من لاموطارد، كريمة الجبنة كي نديرو فيها لاموطارد تولي حاجة واحدة أخرى كاع، ما نكتروش باش ما تعطي، انا نحنا باغيين الطعم الجميل. اذا نخلط في هذه المرحله، اضيف المكونات التاليه. عندي كميه من الفلفل الاسود، نزيد شويه ملح ما نكترش، في الاخير اضيف الاجبان الصفراء القابله للذوبان، ها هي. إذا أضيفها ونخلط ونخليها تذوب قليلا، وبهذا حصلت على جبنة أو صلصة الجبنة. إذا خلينا نحرك هكا نخليها حتى تذوب. أخذت سنيوة ودرت فيها كمية، طحنتها بكمية من الزيت. الآن ناخذ خبز الطاكوس بالحجم الكبير ونديله بهذه الطريقة، نفرشها بهذه الطريقة باش نقد نعاود نرده ونغطي به الجزء العلوي. دهنت السطح بصلصة الجبن اللي حضرناها مع بعض، نضيف فوق حشوة اللحم، نضيف هذه الصلصة اللي درناها، ندير بها الطريقة باش تجينا الحشوة من الداخل تجي طرية وتجي شابة. الآن ندير لها كيما هاك باش تجي في المساحة. والآن نضيف لي فخيت لي اللي قليتهم، قلت لهم غير شويه ملح باش ما يجينيش مالح، خاطرش كاع المكونات فيهم الكميه من الملح هكذا. هذا الشكل نضيف الان الاجبان بهذا الشكل ونبدا نغلق فيها هكذا.
هكذا. والان فوق السطح نزيد ندير مجموعه من الاجبال اللي بقات لي بهذا الشكل، نضغط ونضيف الصلصه ناخذ الفرماج هذا تاع الترونش نحطه على السطح، وها هي النتيجة. الآن غادي ندخلها إلى الفرن ونوريها لكم إن شاء الله في صحن التقديم. وها هي النتيجة اللي تحصلت عليها، طقوس عائلي ويتقدم بصلصة الأجبان أو أي صلصات أخرى. أتمنى لكم تحقوه ويعجبكم. وها هي نتيجة الطاقوس العائلي، أتمنى إن شاء الله جربوه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.